كل راجو تأخر شوية. اي والله صدق يا حمود. اه شنو هذا؟ انا ميت من اليوع. بسك يا سلوم، لاحق على البيع، كله مسوي نفسك فقير وانت اغنى واحد فينا. شنو هذا جيم بوي؟ لا هذا كوميونيكيتر، اعطوني اياه هديه من النادي العلمي. وشنو سويت حق النادي العلمي عشان يعطونك تلفون نفس هذي؟ لاني المساعد الاول للمخترع الكبير البروفيسور عطشان بن اينشتاين، وهو اللي عطاني التليفون عشان ساعدته وايد في اختراعه الجديد. وشنو هذا الاختراع الجديد؟ تعلمي انا ما راح اقدر اقول لك شيء عن هالموضوع لانه سر. اوه كمان بليز، والله ما راح اقول حق احد، انا اقدر اخش السر. السر هو الموضوع الذي يعرف عنه شخصين، وإذا تسرب إلى شخص ثالث لا يعتبر سرا، ومن يسرب السر يسمى بالفتان. آخر واحد يضم عيال، آخر واحد يضم عيال. بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا. Listen up يا شباب، سمعوا، أنا عندي خبر وايد مهم. أنا أبوي كله يقول إن الأخبار المهمة هي أهم شيء. اي والله صدق يا حمود. يلا يا جماعة خلصونا، ترى ما فيني صبر، عندي وايد داونلود ولازم اخلصه. انا اليوم كلمت توفيق وقال لي انه مشترك باختراع وتوب سيكريت حق النادي العلمي. ها توب سيكريت؟ هذا كنا نكنيم واحد من ربع عبود. يا الدك ركز وياي شوية، توب سيكريت يعني سري للغاية. أنا أبوي كله يقول إن إذا في اختراع جديد لازم نروح النادي العلمي علشان نشوفه. إي والله صدق يا سلوم، بس شلون نشوف الاختراع السري؟ تبون تعرفون؟ لازم مع الزعيم تمشون، أوكي؟ Good morning. أهلا وسهلا، مين حضرتك لو سمحت؟ أنا الدكتور جوتي بطيقة من جامعة هامبرغ للأبحاث التكنولوجية. I want to meet with الدكتور بروفيسور عطشان بن اينشتاين. أهلا وسهلا يا دكتور أوتي، بس لحظة من فضلك أكلم البروفيسور وأقول لك هنا. ألو، أيوة حضرة سعادة قيادة الدكتور بروفيسور عطشان، في شخص هنا عاوز يقابلك اسمه الدكتور أوتي بطاقة. أيوة جنابك، أيوة أيوة حضرتك، حاضر. اهلا اهلا بالخبير الدكتور الخطير قوطي بطقة، حياك الله، تفضل اقعد. طبعا مثل ما انت عارف يا دكتور ان احنا حطينا اللمسات الاخيرة على مشروع قطار الزمن، وان شاء الله اليوم راح نفتتحها على شرفك ونقطف هذه الثمار اللي درسناها سنين. الو توفيق، شغل الجهاز عشان الدكتور نين تفرج. توفيق حبيبي، اشرح للدكتور بطقة مواصفات الجهاز على ما اروح اجيب الفيران اللي راح نجربهم في رحلة القطار. دكتور حبيبي هذا انبغ طلبتنا هني، اللي ما يحب اصلا يلعب بالطيارات. كني شايفك من قبل، شكلك مو غريب. يخلق من الشبه فورتي، بس نيفر مايند، خلي اشوف القطار مالكم. توفيق الحق علي، توفيق كل الفيران احترقت او ضاعت، انا ما ادري انا حطيتها وضاعت، ما ادري ايش اسوي. الحق علي تعال ندور عليهم. أبوي كله يقول لا تتعبث في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية علشان ما تتكهرب. أبوك صاد يا حمود. نطلع من هون من هني. لا تخاف يا عزوز، عبود موجود. اهلا اهلا، ستارتنج ذا انجن. يعني شنو عبود؟ What do you think you're doing you dumb duck؟ يبدو انكم جاهزون للاقلاع، اذا فهيا لنذهب معا في رحلة عبر الزمن. Thank you.
يقول إن القطار مهما مشى لازم يوقف. ذبحتنا أنت وأبوك، تقول ما في غيره. أنا ميت مليوع يلاي. واخر عني يا البطيني يا بيجي، وخلني أشوف طريقة نفتح فيها الباب ونروح حق الهوم مالنا. شنو هذا؟ احنا وين؟ احنا شلون وصلنا هني؟ انا اقول لكم، اكيد هالقطار وصلنا حق غابات الامازون، حتى انا شايفها بالتلفزيون. دي امازون لازم تروح له بالطيارة يا ذكي، والقطار ما يطير. Where do you get your info from, you lazy freak? شوفوا يا جماعة، أكو إضاءة داخل الفتحة اللي هناك. تب تب، يلا هذا كش كش من هني، هذا يلا وطوطو وطوطو، هذا سفرة سفرة، واخره من هني واخره، هذا كش الغداء يكله يكله، هذا هذا وش كش كش من هني، يلا يلا. لحظة لحظة، هذه شكلها مو غريب. أنا أبوي كله يقول إنه مو غريب إنك تشوف أشكال غريبة. إي والله صاد يا حمود. يا هلا يا هلا، حياه الله منيانة، اجلطوا بالتمر والجذوع يا هالربوع، لا تستحون. وعلى إيش قلت المثل الجراسيكي؟ إذا كهفنا ما يوسعكم، عندنا معدة توسعكم. يلا اجلطوا طدوا. يا هلا يا هلا بالحلوة، انتو هذا اشكالكم واجد طعمية طعمين. لاحظ شوية على هذا، ما اجيب الجدر وسخن الماء عشانكم واظبطكم. عدل حال الحكي، تسخن الماء يعني تسوي لنا عشاء، وانا صراحة حدي ميت مليوع. الليلة عيد يا روحي، الليلة عيد يا زين، الليلة طبخة مظبطة، الليلة واجد زين، الليلة هذا واجد أربع حلقة. يا جماعة أنا ماني شايف لا لحم ولا دياي، لا يكون بتحط لنا لحم ديناصور. إي والله صدق يا حمود. ها؟ لحم ديناصور؟ الله، هذا اللي ما جربته من قبل، يمكن طعمه حلو. تعال هذا أنت يا ولد يا حلوة، يلي أنت لابس هذه ملابس على وجهك، تعال مني لا تخاف، تقرب تقرب مني لا تخاف. أنا ما أسوي شيء، يمي جنبي هني. أنا يبيك أنت حق العشاء، والباجي طقطق فيه باكشر. تعال هني أكل أكله. تعال يا ولدي تعالوا، خلوني أكلكم، لا تخلوني أموت من الجوع. تعالوا لا تخافون، تعالوا هني، شفيكم وعد مني هذا أطبخكم على نار هادية، لا تخافون يا ولدة، تعالوا هني في جنبي. هذا هزول أطلع الحين، أنا روح أعمل كولا، تعالوا هني أقول كولا. أحقرة ويني هذا، وينكم يا صبيان؟ تعالوا هذي أكتر كولا، أنا هذا أكتر كولا. شغل هالقطار عشان نروح بلوك 13 again. maybe there. والله طع هذا على رأي هذا المثل مالنا هني الكهف، هذا سبقني واشتكى طبخني وعشايا. انا هوريك هني طبعا ما تشيله.